انفلونزا موجوده وبنتعايش معها كمجتمع، وبشويه بشويه بيطلع بعض السترينز اللي بتبقى تخض، وبنحاول ان احنا بنحصرها، وده اللي بيحصل دلوقتي. فدي كده الخلفيه اللي عايز اقولها، انها it is serious ولكن الواحد ما يحسش. طيب نبتدي بقى، هنتكلم اول حاجه عايز نعرف ايه هي الانفلونزا، وبعدين هشرح لكم ليه احنا بنخاف من الانفلونزا، وان الانفلونزا ده مرض شرس جدا جدا جدا، وده شفنا اخر تجربه مخيفه منه 1918، وهحكي لكم عن القصه دي. وبعدين هكلمكم عن تجربتنا في حصر البانديميكس بتجربه السارس، وبعدين ايه اللي حصل مع انفلونزا الطيور اللي احنا مصابين بيها في مصر، عندنا حالات انفلونزا الطيور في مصر. وبعدين هوريكم على فكره رسومات في وقت انفلونزا الطيور، تخوف من اللي حصل في انفلونزا الخنازير، وهشرح لكم ايه العلاقه ما بينهم، وبعدين نتكلم على انفلونزا الخنازير، وبعدين ايه اللي لازم نعمله. فاولا ايه هي الانفلونزا؟ الانفلونزا فيروس، فيروس، ما هياش بكتيريوم. ولذلك الفيروس انواع الادويه اللي بتاخذ معاه ما هياش المضادات الحيويه. الانتي بايوتكس ما بتعملش حاجه ضد الفيروسز، عايز انتي فايرال دراجز. الفيروس يختلف، البكتيريا في امراض كثيره بينقلها بكتيريا، اتس ا كومبليت سيل، بكتيريا فيها كومبليت سيل، دي الكوليرا اللي قدامكم دي، انما اساسا اتس ا كومبليت سيل فيها الدي ان ايه بتاعتها، وبتخش وبتتفاعل مع جسم الانسان وبتبقى مضره بيه وبعضها تموته، وبعضها طبعا مفيده جدا. احنا بنتعايش، ولا يمكن ان احنا كبني ادمين نعيش لو ما كانش عندنا مئات المليارات من البكتيريا عايشه جوانا في الامعاء وفي المعده وفي حاجات كتيره جدا، عماله بتساعدنا في امتصاص الغذاء وفي تكسير المكونات الغذاء وحاجات بالشكل ده. فالبكتيريا هي بتتفاعل مع المضادات الحيويه، بينما الفيروس لا يتفاعل مع المضاد الحيوي. احنا بندي مضاد حيوي لما حد بيكون مصاب في حاجات معينه كده عشان نمنع، لان المناعه بتاعته بتبقى واطيه، ونمنع السايد افكتس اللي بتجيله بروفيلاكتس، يعني مثلا ممكن يجيله المونيا بلوريزي بتاع حاجات بالشكل ده. الفيروس يختلف عن كل حاجه، وهو من الكائنات اللي بيطرح تساؤل كبير للي منكم عنده اهتمامات فلسفيه حول ما هي الحياه. طبعا يعني في حاجات صلبه كده زي الحجر او بتاع ما هياش حيه. وبعدين في كائنات حيه زي البكتيريا، البكتيريا حيه، محدش يقدر يقول عليها انها ما هياش الايف. ومن الصفات الظاهره فيها انها it can reproduce. البكتيريا ممكن انها تنقسم وتتكاثر. تتكاثر بانها تنقسم. الفيروس غير قادر انه يتكاثر او انه يعمل اي حاجه الا اذا دخل في هوست حي، فبيخترق خليه حيه ويروح مفرغ الدي ان ايه بتاعه جوه الخليه، ولما بيفرغ الدي ان ايه بتاعه جوه الخليه الدي ان ايه بتاعه تيكس اوفر الخليه، وبيخلي ادوات الخليه هي اللي تشتغل له انه يكسر نفسه، وبعدين يروح مفجر الخلايا ويطلع منها الاف الفيروسات الجديده، تروح داخله في خلايا جديده، وهكذا تنتشر العدوى بتاعه الفيروس. الفيروس بتعمل اتاكس على كل الخلايا الحيه، البلانتس والانيمالز، وممكن تبقى فيري فيرولنت اور فيري مايلد. وعلى عكس الناس بتصور انه مصلحة الفيروس انه يبقى مايلد. ليه؟ بالظبط، عشان ما يموتش الهوست بتاعه ويقعد يتكاثر فيه. ف
وينتقل من هوست لهوست ويقدر يتكاثر زياده، انما لو موت الهوست بيبقى شورت ليفد. ومثلا ده اللي وجدناه في حاجات شرسه جدا زي الايبولا. الايبولا نوع فظيع من الهيموراجيك فيبر بيكتشف في افريقيا، برضو انتقل من الحيوانات الى البني ادم، زي حاجات كثيره من الحاجات دي كانت موجوده في الحيوانات بعد مره واحده تنتقل للبني ادم. ده يعني لازم شفتوا افلام عليه وحاجات زي كده، لانه منظره مخيف جدا فعلا. الواحد في ظرف 48 ساعه بيموت، وبيبقى بيطلع دم من مناخيره ومن عينيه ومن ودانه ومن بتاع، بيسموها هيموراجيك فيبرز. الايبولا الحمد لله ما انتشرتش في العالم، ما بقتش وباء عالمي زي الانفلونزا والحاجات دي، لانها قد كده شرسه ان بيحصل بتروح رايحه على قريه وفي 48 ساعه بتموت كل اللي موجودين فيها، او لو في ناس نسبه معينه سرفايفد خلاص دول بقى اكتسبوا اميونيتي وانتهت الحكايه على كده وما ينقلوهاش لحد تاني، فبتبقى الاتاكس بتاعتها فيري لوكالايزد. انما دي اتاك بلانتس واتاك انيمالز، ومن ثم بنتكلم على انفلونزا الطيور وانفلونزا الخنازير موجوده في حاجات تانية. فانا عايز بس اعرف حاجتين ترمينولوجي عامه وحاجتين ترمينولوجي علميه. في الترمينولوجي العامه في حاجه اسمها ابيديميك. الابيديميك ده لما يبقى فيه حالات كثيره في مكان واحد. بانديميك هو لما الابيديميك بقى يبقى عالمي. يعني طول ما الحالات محصوره بنسميها ابيديميك. بانديميك ده بقى بيبقى عالمي. اللي احنا بنتكلم فيهم دول بانديميكس. في كذلك حاجتين بتحصل، انتيجينيك دريفت وانتيجينيك شيفت. انتيجينيك دريفت ده بيحصل بصوره عاديه ومستمره، ان طبعا طول الوقت الفيروس او اي كائن اخر بيتغير فيه بنتيجه الميوتيشن او الطفره، بيحصل تغيرات كثيره في الميوتيجينيك ستراكشر بتاعته، بروتين ساعته بتتغير، والتغيير ده بيبقى تغيير بسيط. وعامة بنصلح كل سنة مثلا في الفاكسين اللي بنستعمله من أجد الأنواع، وبنعمل حاجة اسمها تيراميدينج جينز في الفاكسينات والحاجات دي. فده أو الجزء الأولاني ده شيء طبيعي. اللي بنخاف منه أنتيجينيك شيفت مش أنتيجينيك دريفت. الشيفت ده بقى بيحصل فيه حاجة تانية، يعاد تركيب البروتين نفسه، الأرين نفسه الموجود جوه البتاع، عن طريق إن بيسموه ري أسورتمنت. وهوريكم، أنا احتفظت بنفس السلايدز اللي كنت استعملتها، يعني بعض السلايدز ما غيرتهاش من المحاضرات اللي عملتها عن إنفلونزا الطيور، لأن فيها كنا بنتكلم، وعايز اوريكم الاستاذ، ان احنا متخوفين ان يحصل انتيجينيك شيفت داخل الخنازير. وده عشان كده هخلي لكم السلايد اللي من سنه 2007 كنا بنقول احنا خايفين ليه من انفلونزا الطيور. لا، خايفين من انفلونزا الطيور عشان انها ايضا ممكن تعمل كده. وليه بقى؟ ده اللي بقى بدا يحصل النهارده بقى. فده بيحصل ايه بقى؟ اللي بيطلع ده بقى الفيروس الجديد اللي بيطلع بالانتيجين شيفت ده الفاكسين اللي موجود ما ياثرش فيه. تيز نيو فيروس. هنا الفاكسين القديم بيأثر فيه، وبشويه تصليح بسيط الفاكسين يصلح للجديد. ففرق كبير ما بين الاثنين دول، وده اللي متخوفين منه، وده اللي بيحصل دلوقتي. انا حبيت احط لكم السلايد دي عشان نقول ان احنا بنتكلم على الانفلونزا اللي هي الزكام، وساعات زكام شديد والواحد بيضطر يرقد في السرير لمده يومين ثلاثه، انه كل سنه ما بين 250 الف الى 500 الف وفاه من الانفلونزا، وفي الولايات المتحده 35 الف واحد بيموتوا كل سنه من الانفلونزا العاديه. الانفلونزا العاديه، عشان كده انا قلت لكم ات از سيريس، بس الواحد ما يحسترش. لما نقول عندنا 13 حاله وفاه في امريكا، طيب ما انت عندك 35 الف حاله وفاه
كل سنه من الانفلونزا العاديه يعني. فلما تكون انفلونزا الخنازير موتت 13 واحد يعني مش حاجه. امال احنا خايفين ليه؟ لا خايفين بقى انها تتحول الى ريل بانديميك مش قادرين نوقفه. ده هنتكلم عنه. الصرف على الانفلونزا العاديه في اكثر من 200 الف هوسبيتاليزيشن، مش بس الناس تبقى تنام في البيت، في 200 الف واحد بيروحوا كل سنه في امريكا في المستشفيات، وبتكلفهم الايكونوميك كوست ما بين الانفلونزا والتضاعفات اللي بتيجي جنبها، النمونيا. النمونيا ده نوع من الفلويدز اللي بيبقى موجود في الميه في اللنجز، وبيكلف اكثر من 10 مليار في اللوست برودكتيفيتي و37 مليار دولار في المعالجه بتاعته. التخوف بقى هو البانديميك انفلونزا، ان تتحول مش ابيديميكس انما تتحول الى بانديميك عالمي، لان في تجربه فظيعه شفناها قبل كده. ايه بقى اللي بيحصل لما الفيروس بيجي ويحط الدي ان اي بتاعه جوه الخليه؟ الدي ان اي كودز فور بروتينز، وانا حكيت لكم الحكايه دي قبل كده انها معقده جدا، لان كل حاجه فينا مكونه اساسا من بروتينز، وبروتينز مكونه من امينو اسيدز، وانه التكوينات ده سواء بتشتغل كانزيمات او بتشتغل كحاجات تانية في الجسم هي اللي بتخلي الاورجانيزم الحي موجود. وهي معقده جدا. اذا كان ده السلم بتاع الدبل هيليكس هنا اهو، دي شكل البروتينز الكومبيناتوريال اسبيكتس، والطيه بتاع البروتينز البروتين فولدنج معقد جدا. و يعني سبحان الله فعلا الواحد يبص في الحاجات دي ويستغرب ان اختلاف بسيط جدا في الفولدنج بتاع البروتين يغير شكله. وانا قلت لكم الصوره دي من زمان، ووريتكم صوره البيضه عشان كلنا نعرف البيضه. اللي بيحصل في فرق البروتين فولدنج او طي البروتين، بياض البيض بيبقى مادة زلالية شبه سائلة، حطها في مية بتغلي بيحصل ايه؟ It's the same protein chemical structure، بس بيروح فارد نفسه، التطبيقة بتاعته دي بتروح مفرودة، يقوم يتحول إلى مادة بيضة صلبة. بياض البيض لما بعد ما يبقى مسلوق أو مطبوخ. فتخيل بقى لو ده جوه جسمي ومادة زلالية عمالة تمشي كده، وبعدين الطية بتاعت البروتين اتغيرت فرق هوب متحول إلى مادة جامدة، فبتعمل فرق كبير قوي. الفرق في الطية بتاعت البروتين بتعمل فرق كبير فيه. وده فرع من العلم النهاردة تطور، وإن شاء الله نقدر نشارك فيه بالنيو سوبر كمبيوتر اللي احنا جبناه. هذا الفرع الجديد اللي هو البروتيومكس. البروتيومكس عايز كمبيوترز قوية جدا. ليه؟ لانه عايزين نتخيل في ثلاثة دايمنشنز ازاي مش بس شكل او مكونات بتاعت الشريط ده، انما الشريط ده بيتطبق ازاي، لان التطبيقة بتختلف. لدرجة ان الجنون البقر كانوا بيسموه البوفاين سبونجيفورم انسيفالوباثي او البي اس اي او الماد كاو ديزيز، والمطابع بتاعه للبشر اللي هو كرويسفيلد جيكوب ديزيز نيو فاريانت، دول فرقهم واحد بس، طيه واحده بس غلط في البي ار بي بروتين. بروتين هيلثي واحد فيه طيه واحده غلط بتحول الى برايون. فاذا البروتينات دي مهمه جدا، والتغييرات اللي بتحصل فيها مهمه جدا جوه جسم الانسان. الفيروسز بقى بتبقى شكلها زي ما قلنا، هي لازم عشان تتكاثر لازم تخش جوه ال حاجه حيه. ولذلك في ناس بتسأل هل الفيروس حاجة حية ولا مش حية؟ It's the borderline case ما بين الطوبة والزلطة والحاجات اللي ما هياش حية وما بين الأورجانيزمز الحية. الفيروسز ار سموير ات ذا باوندري. انما ده مثلا توباكو موزيك فيروس، ده الاتش اي في فيروس، دي كلها فيروسز طبعا. الاتش اي في بتاع الايدز، وده البكتيريوفاج فيروس بيبقى عباره عن له راس كده صغير عامل زي محطات الفضاء بتاع ده، بيبقى عنده راس صغيره فيها دي ان اي وزي خرطوم، وبيس برجلين يجي يروح ماسك في الخليه ويروح منزل من البيس بليت بتاعه زي خرطوم يفضي الدي ان اي بتاعه جوه الخليه، او بيعملها بشكل
آخر إن هو بيبقى أصغر زي في حالة الإنفلونزا. الإنفلونزا مكونة بتحط عليها زي غطاء أو كبسد. الكبسد ده عبارة عن بروتين لير وله ليبيد انفلوب خارجي، وعليه من بره من جوه بقى الار ان اي بتاعه، ار ان اي زي الدي ان اي اللي هو هيفرغه جوه الخليه، ومن بره عنده الحاجات اللي بتمسك في الخليه نفسها. الحاجات اللي بتمسك فيها حاجتين بالذات هنتكلم عنهم، الهيماجلوتينين والنيوراميليداز. الهيماجلوتينين ده الاتش، لما نقول اتش 1 اتش 5 اتش مش عارف ايه، والنيوراميليداز ده اللي هو الان. فلما نقول اتش 5 ان 1 يعني اتس variant 5 of hemagglutinin و variant 1 of the neuraminidase. عامة الانفلونزا مكونة من ثلاث أنواع، في انفلونزا A B and C، واحنا بنتكلم على الانفلونزا A النهاردة، وبنعرفها بعد كده بال H وال N. فمثلا ال avian flu اللي هي بتاعت الطيور is H5N1. فال H5 اهو وال N1 اهو، والاوريك لو عايزين تعرفوا التفاصيل بتاعتها دي الهيماجلوتينين والنيوراميلينات، دول اهم حاجتين من ناحيه التطبيق الطبي، ولذلك مهتمين جدا بيهم عشان ده اللي بيمكننا من احنا. هم بيستعملوا الحاجات دي عشان يربطوا في الخليه وعشان يسهلوا طلوع الفيروسات الجديده. واحنا لما بنعمل انتي فايرال دراجز بندور على التارجتس دي نفسها عشان نربط فيها معاهم ونموتهم. ف they are used as the basis for naming the drugs. وادي شكل الهيماجلوتينين لو حطيتوها تحت الميكروسكوب وطلعتوها لوحدها، ادي البروتين موليكيول بتاع الهيماجلوتينين، وده اساسا الاتش شغلته انه يربط الفيروس في الخليه. والان بقى شكله مختلف خالص اهو، ده بيسهل خروج الفيروسات من يعني لما بيخش جوه الخليه. الاتش بتربط مع الخليه وبتسهل انه يوصل الدي ان اي بتاعه للخليه. دخل جوه قسم نفسه وعمل فيروسات جديده. الفيروسات الجديده عايزه تطلع من الخليه، تطلع الخليه الان هو اللي بيسهل لها عمليه الخروج من الخليه. فالاتش والان ار فيري امبورتنت، لان الفيروس ما يقدرش يعيش، ما يقدرش يتكاثر الا اذا دخل جوه خليه. فعشان يخش جوه الخليه ويتكاثر جواها وبعدين يطلع من الخليه بيحتاج للاتش والان. ففي H1N1 هو اللي عمل سبانيش فلو، وفي سيزونال هيومن فلو بتاعتها موجوده اللي هو هيومن فلو انفلونزا اساسا. وفي بقى H1N2 موجود في الهيومنز والبيجز، وفي H2N2 ايجين فلو، هونج كونج فلو، H5N1 اللي هو كان بتاع انفلونزا الطيور، H7N2 وهكذا كل الفاميليز دي. ان فاكت الفاميلي لو بنقسم بالاتش وبالان هنجد ان انفلونزا البشر في اربع انواع من الاتش واثنين من الان، انفلونزا الخنازير في اثنين من الاتش واثنين من الان، انفلونزا الحصنه فيها اثنين واثنين، والطيور في 16 اتش وتسعة ان. الطيور هي the major repository بتاع الانفلونزا فيروس. It's endemic. ففي كل 16 نوع من الاتش والتسع انواع من الان موجودين في فيريانس مختلفة لانفلونزات الطيور. فالافيان فلو اللي هي موجودة عندنا في مصر ده H5N1. السواين فلو او الخنازير H1N1. الهيومن سبانيش فلو بتاع 1918 كانت H1N1. ده بقى السبب اللي احنا خايفين منه، لانها that was the great influenza, the greatest pandemic شفناه.
وادي صورة من 1918 لما أصابت الإنسانية. ومن الصعب علينا ان احنا نتخيل مدى خطورة بانديميك بتاع انفلونزا. كل جيوش العالم لما حاربت في الحرب العالمية الاولى موتت 8.3 من 10 مليون بني ادم في 4 سنين. جميع جيوش العالم لما اشتركت الحرب العالمية الاولى موتت 8.3 من 10 مليون بني ادم في 4 سنين. طبعا مش قليل يعني 38 مليون قتيل. يعني احنا هنا كنا كلنا قلوبنا بتتقطع على اللي حصل في غزة، بس مات 1300 واحد. فتصور 8,300,000 قتيل في 4 سنين من كل جيوش العالم. في نفس الوقت الاسبانيش فلو موتت ما بين 40 إلى 100 مليون على حسب التعدادات المختلفة، وأغلب الأرقام بتقول أنها في حدود 70 إلى 80 مليون في سنة واحدة. يعني كل جيوش العالم عملت موتت 8 انفلونزا في سنة واحدة، راح تقش أكتر من 10 أضعاف اللي عملته كل جيوش العالم في ربع الوقت. ربع الوقت في العالم كله. It was a pandemic is a global epidemic. يعني epidemic بس global. واو. واحد يتخيل 70-80 مليون واحد بيموتوا في العالم. وخدوا بالكم احنا بنتكلم على تعداد العالم 1918. العالم كان كله حوالي اقل من 2 مليار. تعداد العالم كله كان اقل من 2 مليار. كانت تنقلات بسيطة جدا. ما كانش فيه تنقلات زي دلوقتي. بس ايضا الحمد لله ما كانش فيه العلم اللي موجود دلوقتي. فاحكي لكم شوية على البانديميك بتاعة 1918. وليه ما زالت هي ريفرنس بوينت بتاعنا في كل حاجة بنتكلم فيها اللي هي سبانيش فلو. اولا السكيرج ده من الايكونومست الاستيميتد 1918 H1N1 اخذت ما بين 40 الى 100 مليون بني ادم، وحوالي 33% من التعداد اصيب بيها. احنا بنتكلم death مش اصابه، اللي ماتوا. و57 جانا ال H2N2 اصاب حوالي 2 مليون وحوالي 25%، و68 H3N2 اخذ مليون تقريبا. دي الجريت بانديميكس في القرن العشرين، ثلاثة بانديميكس. طبعا الكبيرة قوي بتاع 1918 دي هي اللي بتخوفنا. ولذلك لما انا انظر النهاردة ولاقي ان السواين فلو الجديدة H1N1 اقول اخ لا، الحكاية دي ممكن تبقى خطيرة جدا، لان بتفكرني طبعا باللي حصل سنة 1918. الموتى كانوا في كل مكان، والناس عارفين ولا قادرين يفهموا اكثر. طبعا العلم وقتها لما اتكلم في العلم في 1918، وزي ما هتشوفوا عرفوا ان اللي ورا الانفلونزا ده فيروس بس في سنه 1920 في العشرينات. وي هاف بين ريكونستراكتنج الفيرال دي ان اي والار ان اي بتاعه من عينات كانت موجوده في التيشيو سامبلز. المستشفيات ما كانتش مقضية الناس والمرضى، فكانوا في أي هانجر أو بتاع يقلبوها مستشفيات بالشكل ده زي ما انتم شايفين. ما كانوش ملاحقين على عدد المرضى. وكتب كتاب جميل جون بيري، أنا واخد منه الصور ده هين بتاع The Great Influenza. وبدأت الحكاية في late summer 1918 في المعسكرات الجيش. طبعا الناس بتبقى في معسكرات الجيش مع بعضها قريبين قوي، فبدأت تنتقل بسرعة. صدموا العسكريين ان العيال مجندينهم وفت وبتاع ومش عارف ايه، واحدة كلهم عمالين يتقشوا ويعيوا بسرعة جدا بالمئات ومش قادرين يتنفسوا بكحوا وبتاع. بول لويس واز ا جريت ساينتست، من الناس اللي وقتها حاول يفهم ايه اللي بيحصل. هو بول لويس تمكن انه يعمل فاكسين للقرود. عشان نقدر نعمل فاكسين للبوليو بتاع البشر اخذ 50 سنة بعد بول لويس. فوقتها مش قادر يعمل حاجة، وهو كان متهيأ له
في رأيه ما كانش عارف ان الانفلونزا فيروس وكان فاكرها بكتيريا زي الكوليرا زي الحاجات دي. كان فاكرها تبع الحاجة اسمها فايفر. كان بيحاول يشتغل على حل ده، طبعا ده اتضح ان ده اتجاه غلط فما جابش نتيجة مع الجريت فلو. ويليام ويلش قاعد يبص في بقى يشرحه الناس اللي بتموت دي عشان يعرفوا بتموت من ايه، وقال عليها حاجة مشابهة للطاعون اللي حصل وقضى على جزء كبير من اوروبا في القرن الرابع عشر، فتهيالوا ان ده جزء من الطاعون. وهو وجون دي روكفيلر، جون دي روكفيلر وويلش اسسوا وقتها اللي اصبح النهارده روكفيلر يونيفرسيتي، روكفيلر سنتر فور ميديكال ريسيرش، وعملوا شغل كبير قوي في الطب بس ما لحقوش الانفلونزا دي، ما حدش عارف يلاقي حلول وقتها. مع ان الناس دي كانت كويسه جدا، يعني انا حبيت هنا اوريكم قد ايه شطاره بعض الاطباء في 1918، ان فلاكسنر ده في البكتيريال مننجيتس ده مرض معدي ثاني متعب بس البكتيريا، قدر ينزل المورتاليتي ريت ل 18% من غير المضاد الحيوي. ما كانش اخترعوا المضاد الحيوي لسه، المضاد الحيوي ما جاش الا بعد بنسلين سنه 1920 مع الكسندر فليمنج، ما كانش فيه. النهارده المورتاليتي ريت بتاعه البكتيريا المننجيتس 25% بال انتي بايوتكس. ففلكسنر كان قادر في العلاج بتاعه انه يحصر العمليه وقتها. فدول يعني ما كانوش اغبياء، ما كانوش ناس مش فاهمه، لا كانوا شطار جدا في اللي بيعملوه بالادوات اللي موجوده عندهم وقتها، ومع هذا ما قدروش يعملوا حاجه في الانفلونزا فيروس اللي بنحكي عنه. طبعا از ريسبيريتوري، فبيخش بيعمل اتاك على الابر ريسبيراتوري سيستم اللي هو التراكيال، بيخش منها لغايه ما بيخش على الرئتين او اللنجز وبيموت فيها. هنا دي صوره من التراكيا بتاع فار. التراكيا بتاع الفار هيلثي مليانه ابيثيليالز، نوع من السيلز موجوده عليها. وادي الفار نفس الحته الفار المصاب. كل الخلايا دي دخل فيها الفيروس، كسرها، فتتها، طلعت فيروسات تانية، دخلت في خلايا تانية موتتها خلاص. شوف اختفت ازاي؟ بقى زي الصحراء كده. الفيروس بقى انتقل من القواعد العسكرية أو المخيمات العسكرية إلى الناس. جورجس وقتها كان السيرجن جنرال بتاع الجيش الأمريكاني، وكان ناوي إن الحرب العالمية الأولى تبقى أول حرب عدد الموتى فيها اللي بيموتوا من المرض ومن الديسنتاريا ومن الامراض الاخرى والكوليرا وغيرها ما يزيدش عن عدد الموتى في الحرب الحقيقيه بالقتل. وبالتالي كان عايز انه يعني يعمل نظام طبي هايل جدا في الجيش الامريكاني، وبالرغم من هذا حصلت الانفلونزا الكبيره. للاسف بقى صناع القرار من الناحيه المدنيه كان عندهم راجل بيروقراطي روبرت بلو كارثه، كل ما يجي له حاجه يحلها على لجنه ومش عايز ياخد قرار ومش عايز يمضي على ورقه ومش عايز يعمل حاجه، فعطل خالص العمليه من الناحيه المدنيه. انما بعد شويه ما كانوش قادرين المستشفيات حتى بقوا يحطوها، مش لاقيين هانجرز يحطوا فيها مستشفيات، فبداوا يعملوا اكسترنال هوسبيتال زي دي بمخيمات، ويحطوا المرضى في المخيمات في ملعب كوره في اي حاجه مفتوحه عشان يحطوا المرضى فيها. دفن صعب. ففي بيتسبرغ دي مثلا، في فيلادلفيا اهي هنا اهو، في فيلادلفيا كانوا بيدفنوا الناس في ماس جريفز، يعني يعملوا ترنش كده ويحطوا فيه الجثث. ما كانش فيه حكايه ان واحد قادر يدفن، مش ملاحقين على الموتى عشان يدفنوهم، فكانوا بيدفنوهم ماس جريفز. الصوره دي مهمه لان طبعا بداوا عرفوا انها العدوى بتنتشر بصوره اخرى، عارفين ايه الفيكتور
يعني بكتيريوم ولا فيروس، ما كناش فاهمين الحكايه دي وقتها، فحاطين سبيت سبريدز ديث. بس في نفس الوقت خدوا بالكم من حاجه، ترماي فاضي. لك بريفنت انفلونزا نمونيا اند توبركلوسيس، كيب البيدروم ويندوز اوبن، عشان لما يبقى في مرضى جوه البيت بيفضل الحاجات جوه البيت. الناس تلبس الماسكس، البوليس بيلبس الماسكس. ده الساين ده بيقول لاند، ده عشان الوار ايفورت، كان في وسط الحرب. الترافيك وقف، ما بقاش في حد ينزل في المرور لاي حاجه، وفقط البيزك سيرفيس كانت بتتعمل، واللي بيعملوا البيزك سيرفيسز كانوا لابسين ماسكات، انما الشوارع فاضيه. شايفين صور الشوارع فاضيه خالص. الجيش بقى عشان جورجس كان بيفكر في الحكايه دي، قال طيب اول حاجه هعملها، راح معلق ملايات ما بين السراير عشان يمنع ان النفس بتاع العسكري ده يجي على نفس العسكري ده. كان من محاولات اللي كانوا بيعملوها وقتها. الاجتماع ده كان اجتماع غير قانوني، الناس من كانوا مش مستحملين، فطبعا ممنوعين انهم يروحوا يجتمعوا في الاجتماعات المغلقه، فاجتمعوا قدام الكنيسه، قالوا عشان ما عندناش حاجه نعملها غير ان احنا نصلي ندعو انه يفرج الازمه اللي عماله تصيب. طبعا كلهم ستات ورجاله لابسين الماسكات اللي انتم شايفينها دي كلها. ده الحقيقه روفس كول كان بيشتغل، بقول لكم انه اطباء كويسين جدا، عمل نمونيا فاكسين. النمونيا من بتيجي المضاعفات مع الانفلونزا، انما الانفلونزا نفسها ما عرفش يعالجها طبعا. دول الفالنتيرز اللي كانوا بيشتغلوا، كانوا بيعملوا ماسكس، ماسكات، الفالنتيرز لابسين ماسكات وبيعملوا ماسكات عشان يوزعوها على الناس. وده العساكر والجيش في نيويورك. ادي الجيش كلهم لابسين الماسكات اللي كانت موجوده. قلنا بول لويس في البوليو كان له تلميذ بقى، لان هو كان فاكر انها بكتيريا، له تلميذ ريتشارد شوب في اواخر اول واحد قال لا، السبب الاساسي في اللي بيحصل ده كله، في الكارثه اللي حصلت دي، حاجه اسمها فيروس. الفيروس ده از ديفرنت، وهي بروفد ان الفيروس كوزد انفلونزا. فريتشارد له هذا الدور. الفيروس طبعا بيقول لي طب راح فين الفيروس؟ الفيروس زي ما بدات كلامي في الاول تطور الى مور بناين فورم، وهو الزكام اللي بيصيبنا كلنا جميعا كل سنه، اللي ما زال بيموت ما بين 250 و500 الف واحد في السنه، بس تطور الى ماتش مور بناين فورم، و كلنا بنتعايش معه، كلنا بيجي لنا الزكام. ده بقايا ال H1N1 بتاع 1918، في ميوتيشنز كتيره جدا حصل فيه التعايش. اتعلمنا ايه من التجربه دي؟ النورم بتاع البانديميك، يعني زي ما الواحد يقدر معنى الارقام اللي تقول 70 80 مليون واحد ماتوا عن المعيار. انت جيوش العالم حاربت اربع سنين موتت 8 مليون، فلما تقول 70 80 مليون واحد ماتوا في سنه واحده. اهميه الايرلي دايجنوزيس، الامبورتنس ان يبقى فيه كوردينيتد اكشن، صناعه القرار ما بين العسكري والمدني وما بين الدول وبعضها. امبورتنس اوف انفورمينج ذا بابليك، لازم نشرك الجمهور عشان يغير سلوكه، ولازم المعلومات يبقى له مصداقيه حقيقيه، ولازم يبقى فيه في مثل هذه الظروف كلير ديسيجن ميكينج لاينز، يعني مين اللي يصنع القرار، مش زي الراجل البيروقراطي اللي وقف كل حاجه بانه مش عايز يمضي على ورق ويحيل بتاعه، سايب الناس تتصرف زي ما حصل سنه 1918. دي الدروس بتاعه 1918، واللي الحمد لله لما تكررتش تاني بعد كده. وعندنا تجربه حديثه او تجربتين حديثتين، اللي هي السارس والانفلونزا الطيور. اول حاجه غيرنا معاييرنا وطريقه فهمنا، وده موضوع نقدر نتكلم فيه بطول، اللي هو ازاي الواحد يعمل المودلز، الماثيماتيكال مودلز، عشان نتصور ازاي الابيديميكس بتمشي. فمثلا ابيديميك زي الاتش اي في في اللي هو الايدز في ساوث افريكا بيزيد وبعدين بنعرف نوقفه.
نبتدي نظبطه في ظروف معينه. النيو ماتيماتكس الحكايه دي ازاي؟ انه القديم بنقول مثلا نسبه الناس اللي هتصاب بكذا في تعداد معين من الناس يبقى الماتيماتكس الجديده بتقول لا، هو المهم مين اللي بيصاب وبيتصل بمين. فاحنا بنبقى كومبارتمنتلايزد، بنقول ان كل البوبوليشن دي في ناس هتمرض فيها وفي ناس هتتوفى فيها ويحصل لها حاجه هتنقل تبقى كاريرز. بينما في الماتيماتكس الجديده عايزين نعرف مين بيتصل بمين وازاي العدوى بتنتقل. والامكانيات الجديده بتاعت الكمبيوترز والماتيماتكس تسمح لنا ان احنا نعمل بدل ما نقول نسبه معينه من نسبه معينه، لا بنقدر نحسبها بدقه اكبر قوي، ونقدر يساعدنا ان احنا نعمل تارجتنج للمناطق اللي لازم نحصرها. يعني اذا جينا نتكلم عن المكسيك مثلا، مش هنتكلم على المكسيك كلها دوله 100 مليون يبقى احصر المكسيك كلها، لا، في مناطق معينه في المكسيك لازم تتحصر اكتر من غيرها. في حاجه اسمها CDC اللي هو سنتر فور ديزيز كنترول، ده اهم مركز بحثي في العالم بينظر في قضايا الانفكشس ديزيزز والكونتيجيوس ديزيزز، وهو ايضا اشتغل في السارس مع منظمه الصحه الدوليه WHO. السارس انتشر في العالم كله، عشان كده كان في تخوف، وبدا من الصين ومن هونج كونج والحته دي وانتقل الى كل هذه المناطق. البامبا ده اتنقلت له العدوى بس ما اتنقلتش احمر، اتنقلت له العدوى ومن جواه بدات تنتقل من الناس لبعض جوه الدول دي. فده كان الوضع في السارس 2003. مش مهم التفاصيل بتاعت السارس، المهم ايه اللي حصل فيها. هديكوا حالتين من كندا. الحاله الاولى فانكوفر، شخص وصل بالطياره من هونج كونج، راح البيت تعبان، راح المستشفى، عملوا له تشخيص سليم، لقوا انه عنده سارس، حصروه في المستشفى. No more cases of SARS in Vancouver. بينما في تورونتو واحده ست في النيس كيس، ست كبيره في السن، رجعت من هونج كونج، راحت البيت، بيتها من البيوت زي البيوت المصريه كده اللي فيها الابن ومراته والبنت وجوزها واولادهم ومش عارفين موجودين، وحكايه كده بيت كبير. راحت البيت تعبت، فضلت في البيت ما راحتش المستشفى. عادت الناس دي كلها، الناس دي كلها راحوا، العيال راحوا المدرسه والناس راحت الشغل والبتاع، و it went on hundreds of cases in Toronto. Vancouver one case was stopped. Toronto hundreds of cases. ليه؟ لأن أول case was not stopped. ف early diagnosis is very important. فرق كبير جدا، والعلاج المستعجل مهم أوي. إنما بنجد في النهاية برضه whatever the case، ده number of deaths وده number of cases بتاعت السارس. احنا بنتمكن ان احنا نحصر النمبر اوف كيسز بالتعاون الدولي. هي ال WHO قامت بدور فيري سنترال في حكايه السارس، والاعلام لعب دور كبير في السارس عشان يعرف الناس لا في خطوره ولا في كده. زي ما الاعلام النهارده اتكلم برضه في حكايه انفلونزا الطيور، ودلوقتي بيتكلم في انفلونزا الخنازير. وحصل كامبين تو ليميت الانفكشن خصوصا في المناطق الاندمج بتاعت الانفلونزا السارس اللي كانت موجوده في هونج كونج وغيرها، ونجحت الحكايه نجاح كبير جدا. وده السارس فيروس، مش هنخش في التفاصيل بتاعته، انما عامه ده التركيب بتاعه. سو نقدر نقول ادي السارس ابيديميك عرفنا نلمها بسرعه، وجت بعديها بشويه الابيديميك بتاع البانديميك بتاع الطيور، انفلونزا الطيور. دي بقى كانت اصعب شويه. وانفلونزا الطيور هي ما اصابتش بني ادمين كتير، ولكن خوفتنا جدا، تخوفنا انها تنتقل للزمير. وحوريكم الصوره دي. القصه بدات ان لقينا اعداد كبيره من الطيور اللي هي وايلد، الطيور البريه اللي بتسافر، مايجراتوري بيرز، بيموتوا وبيقعوا ميتين زي البط ده.
اكتشفنا ان ده نوع جديد من الانفلونزا اللي تطورت ما بين الطيور واصبحت فيرلنت جدا، ولقينا عرفناها انها H5N1، وزي ما شرحت لكم ازاي ده سب of the species of influenza A الفيروس اللي هو الجينوس of the orthomyxoviridae ده family، بس كلها مش مهم. المهم ان هو بنعرفه بالتكوين بتاعه ال H5N1 وده الفول نيم بتاعه. بنعرف ازاي الفول نيم ده؟ It's highly pathogenic، عشان كده حطينا عليه HP، ان ده variant قاتل بيموت الطيور. الطيور برضو زينا، احنا كلنا عندنا عايشين مع الزكام، سايب بعضنا بيموت، يعني نقول نص مليون مش 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 حاجه قليله، بس في تعداد العالم 7 مليار تقريبا قليله نسبيا، انما فالطيور تتعايش مع الانفلونزا ايضا، فده هايلي باثوجينيك. وفي ال بي لو باثوجينيك برضو، وبعدين فده هايلي فيرولنت، مورتاليتي ريتس ان انفكتد فلوكس توصل تقريبا 100%. فال اول حاجه بنعرفها بانه HPAI avian influenza من نوع A H5N1. احنا حاليا طبعا بنتكلم في السواين فلو على A H1N1. التعريف الكامل للعينه بيبقى شكله كده: A chicken nakorn patom thailand CUK204H5N1. A stands for the species of influenza اللي قلت لكم A, B or C. Chicken اللي هي الايسول ده جا منين؟ ده جا من فرخة. والمكان ناكون باتون في تايلاند اللي جا العينة اللي جاية منها. ده من CUK2 ده التسمية، زي اخواننا الليبريريانز هنا لما بيحطوا الباركود على الحاجة. بالنسبة للناس اللي بيشتغلوا في ناكون باتون في تايلاند نعمل له عينه دي بيدوها رقم، الرقم CUK2 ده بيفرقها عن ارقام اخرى من نفس العينه. وبعدين ال O4 السنه 2004، وال H5N1 ده النوع بتاع الشيء. فلما بتبقى عينه بتروح المعمل بتبقى فيها كل الكلام ده مكتوب عليها عشان يبقوا عارفين بالظبط المكان. ليه كل هذا الاهتمام؟ عشان ايه؟ عشان نقدر نحصر. لكن لو عرفنا ان في حاجه مايلد هنا دي حاجه، وعرفنا حاجه فيرلنت هنا، لا عايزين نحصر الحاجه الفيرلنت. وفي وسائل بعد كده بنستعمل الحاجه الفيرلنت ازاي. دي الهيومن كيسز، وبنبين مثلا 2006، يعني طبعا المحكمه ممكن يطور ده بعد كده، انما مش ده موضوعنا النهارده. مصر كانت من الناس اللي فيها حالات انفلونزا الطيور وهاز بين ريبورتد، والحقيقه يعني انا بعتبر ان المشاركه المصريه في هذه القضيه كانت اكزمبلري مع بقيه الدول في التعاون الدولي اللي تم حواليها. دلوقتي ادي جراف عايزكم تبصوا عليه شويه. ده اللي حصل في السارس سنه 2003، النمبر طلعوا وبعدين انهار، وبعدين بنسميه كده في باونس، وبعدين شويه حاجات كده بسيطه وشويتين لقينا ظواهر الايفيان فلو ظهرت، وبعدين هوب الايفيان فلو راحت طالعه كذلك، وبعدين عرفنا نحصرها وبدات انها تقل تاني. فاذا ظهور بيكس كده هون، سواء للسارس او الايفيان فلو او دلوقتي للسواين فلو، از نوت ا ديزاستر. يعني ما احنا عشنا السارس خلاص، وما زلنا بنتعايش مع الايفيان فلو مع الطيور. فممكن جدا ان احنا لو نجح التعاون الدولي اللي شغال دلوقتي حول قضيه انفلونزا الخنازير، ان احنا برضو انفلونزا الخنازير تبقى بيك ثالث كده مشابه لدولة ونازل تاني زي دولة بعد فتره. ده الامل. انتقلت زي ما انتم عارفين ان الانفلونزا الطيور انتقلت من الصين الى مصر، وان الطيور بتنقلها في كل حته في العالم، وده اللي حصل في النقله لانها انتقلت الى البشر. السؤال بقى هل انتقلت للبشر ولا لا؟ انتقلت لبعض البشر اللي هم كانوا بيتعاملوا مع الفراخ في اما مزارع فراخ او ان هم مربيين فراخ عندهم وبينتف ريش الفرخه وبيذبحها وحاجات زي كده، غير الواحد بيروح يشتري فرخه في المترو ولا في الكارفور.
فما فيش هذا الانتقال، انما كان في تخوف، وادي الدياجرام اللي كان موجود من وقتها، كان في تخوف كبير جدا انها بتنتقل من الطيور البريه الى الطيور المستانسه اللي هي الفراخ، ومن الفراخ تنتقل الى مامالز ثدييات، primarily pigs swine pigs، ومن البيج ممكن تنتقل الى الانسان. في تخوف كبير جدا. ده سلايد من 2007 بتشرح احد اسباب هذا التخوف، والتخوف ده كان جاي لان الطيور بتمشي في كل حته، migratory birds لها مجال كبير جدا، وفي حاجه اسمها reassortment of a pandemic strain. ايه بقى reassortment of a pandemic strain؟ الفيروس بيخش جوه الخليه وبيحط الدي ان ايه بتاعه جوه الخليه، ار ان ايه دي ان ايه بتاعه جوه الخليه، وده بيخلي الخليه هي اللي تعمل له التكاثر بتاعه. فالفيروسات دي موجوده على طول، احنا كلنا جسمنا مليان بكتيريا وفيروسات وحاجات بعضها ما بنحسش بيه وبنمشي بيه وخلاص. فبيقول لك لا، اذا حصل في فرق بين الميوتيشن، وكلمتكم في الاول على الشيفت، انتيجينيك شيفت مش دريفت، شيفت. شيفت يقدر يحصل من ايه؟ لو الفيروس اللي بيصيب البشر وبيصيب الخنزير موجود، وبعدين الفيروس اللي بيصيب الطيور بيصيب الخنزير ايضا، وبعدين اتنين من الفيروسات دول دخلوا في نفس الخليه، وهما كل اللي بيعملوه بيفضوا الدي ان ايه بتاعهم جوه الخليه، فالدي ان ايه ده ممكن ان هو يتفاعل مع بعضه ويطلع نيو كايند اوف فيروس، وتصبح الخنازير انكيوبيترز بتاع فيروس جديد ممكن يرجع تاني للبشر، لانه هيجيب الحاجات اللي بتصيب البشر مع الحاجات اللي بتصيب الطيور ويحطها مع بعض، ويبقى الفيروس الجديد اللي هيطلع ده بقى يقدر يعمل بقى بانديميك حقيقي، لانه هيبقى فيروس جديد الفاكسينات بتاعتنا مش هتنجح ضده، وبالتالي لازم نعمل له فاكسين من اول وجديد، وممكن ينتشر بسرعه جدا لو حصل قدام الناس. الكلام ده دي سلايدز من 2007 بتبين ان هذا التخوف كان موجود من وقتها، ودي حالات الانفلونزا الطيور انا هعدي عليها كتير ومش هنخش في الشرح ازاي بتعمل. ده ال H5N1 صورته وازاي بينتقل، والهيومنز ات ريسك فين، وازاي بيعالجوا الطيور في حالات معينه، وانه ما انتقلش الى البشر بحيث ان هو يعني انتقل من الطير الى البشر، انما النقل من البشر الى البشر قليل جدا. في several reported cases but not proven cases، يعني الانتقال ما كان محدود. في ادويه بنعالج بيها الحكايه ده، هي الادويه اللي هنعالج بيها جميع انواع الفيروسات دلوقتي اللي انتي فايرلز، وفي تو particularly كانوا بنستعملهم اللي هم التاميل فلو والديكسونار. المشكله بقى الزنميبير والاوزلتاميبير، دول ده اسمه تاميل فلو، بيستعملوه اسمه تاميل فلو. الادويه الثانيه دي بعد انتي فايرال دراجز وجدوا ان رغم انهم بيبقوا اكتف اجينست اي فيروسز، انفلونزا كان ريزيستنت لنوعين منهم، في نوعين منهم ما بيأثروش في انفلونزا الطيور. فكنا متخوفين لو اوريدي بنبتدي بان اثنين من الاربع ادويه الاساسيه بتاعتنا ما بتنفعش، ولو تطور الى نوع جديد من الفيروسات في الخنازير هنعمل ايه بقى؟ ما عندناش ادويه مناسبه له. ف روش قالوا انهم هيتبرعوا لل WHO وعملوا ارقام، وحسن البشرى ده راجل بيشتغل على الفاكسينات في ال WHO قال لهم ان احنا مش قادرين نطور فاكسين، واذا احتاجنا نطور فاكسين هياخد على الاقل 9 اشهر. ما تنسوش انا قلت ان الانفلونزا بتاعت 1918 موتت ما بين 40 الى 100 مليون بني ادم في سنه. فتسعة اشهر من غير فاكسين دي مش حاجه قليله لو حصلت بانديميك. So what did we learn بقى من الانفلو؟ اولا ان لازم الاكشنز تبقى انترناشونال. لازم تعاون دولي. لازم الناس تعرف مين سافر فين وجاي منين وراح منطقه فيها وباء ولا لا، ونعمل له متابعه. ثانيا لازم ان احنا نشترك في البحث العلمي بان احنا نعمل ريبورتنج ونعمل تحليل فعلي للحالات اللي احنا ناخد عينات
بنبعتها، ووريتكم ازاي كانوا بيحطوا زي الباركود على العينة الواحدة عشان يعرفوها بالنسبة لإنفلونزا الطيور. وبعدين لازم نشترك في النظام الدولي ايا كان هذا النظام الدولي، والمؤسسة المنوطة بهذا هي WHO نظام الصحة العالمية. وبعدين لازم يبقى عندنا استراتيجية لشرح الكلام ده للجمهور، لان في النهاية بنطلب تغير سلوكي من الجمهور. المؤسسة العلمية الرائدة في كل هذا الشغل هي CDC، ده مبنى CDC في اتلانتا جورجيا. They really are the best في العالم، يعني عندهم مستوى غير معقول في البحث العلمي، وهم يعني لما بنبعت لهم عينات هم اللي بيقدروا يحققوها absolutely. وطبعا ده الهيد كوارترز WHO في جنيفا هو اللي التعاون الدولي. WHO له نجاحات كبيره، من انه انهى السمول بوكس وعمل كونتينمنت فعلا بتاع السارس والافيان فلو. WHO بيعلن، بيتابع الامراض دهيا، وله نظام بيعلن اعلانات اسمها فيز اليرتس من 1 لـ 3، دي predominantly animal infections few human infections. نمرة 4 دي بقى بنخش في كلام جد. نمرة 4 is what a verified human infection of an animal or human animal influenza reassorted virus، يعني زي ما حصل زي ما حكيت بنخش اتنين مع بعض، قادر انه يخلق epidemic. مش هنستنى ظهور الابيديميك، هنقول اذا طلعت الطبيه فيها هذه الصفات يبقى احنا هنعلن alert stage 4 sustained human to human transmission is possible. وبالتالي ده بنقول ان حصل significant increase in risk، خطوره زادت جدا ان يحصل pandemic، بس ما معنتهاش ان البانديميك حصل او هيحصل، معناتها بس ان الخطوره موجوده. اللي حصل في انفلونزا الخنازير انه عمل اكتر من كده، ان احنا انتقلنا الى فيز 5 هنتكلم عنه دلوقتي. فيز 5 ده ايه؟ human to human spread of the virus into at least 2 countries in one WHO region. In this case Mexico, United States, Canada. في 3 countries. Pandemic is imminent. We must move fast on mitigation issues. That's stage 5. Stage 6, the pandemic is on. It's characterized by community-level infections. حصلت in at least one other country outside of the region. يعني مثلا لو حصل community outbreak للسواين فلو في الصين أو في أوروبا أو في حاجة، community outbreak بقى. Human-to-human transmission. بالإضافة للي كنا أعلناه في stage 5، وده stage 6 يا جماعة. This is it. كل دول العالم لازم تحط الأولوية نمرة 1 لمحاربة البانديميك ده، عشان مش عايزين يحصل لنا زي ما حصل 1918. احنا النهاردة phase 5، وفي كلام بعض الناس بتقول ليه الـ WHO أعلنت phase 5 على الـ swine flu. لا، اعلنت فيز 5 ولهم حق، لان التعريف دقيق، لانه في هيومن تو هيومن سبريد، وحصل في المكسيك وحصل في الولايات المتحده، والنهارده عدد الحالات في الولايات المتحده اكبر من عدد الحالات اللي في المكسيك، وحصل في كندا. فاذا ينطبق عليه هذا التعريف اللي احنا كلنا اتفقنا عليه ايام الافيان فلو. ف WHO is correct في الاعلان اللي عملوه ده. سواين فلو ده بقى هو تربى في الخنازير زي ما احنا قلنا، وفي documented cases. الكيسز في تايب A انفلونزا بيحصل موجود مع الخنازير على طول، و do not normally infect humans. But they do occur. وحصل حالات قبل كده. Most commonly the human cases of swine flu بيحصلوا لناس بيشتغلوا مع الخنازير. فلاحين بيشتغلوا مع الخنازير، او ناس بتشتغل في التربيات الخنازير اللي بالشكل ده. حصل اوت بريكس قبل كده في يونايتد ستيتس من ال H1N1 في فورت ديكس، في 200 كيس سجلت سيريس إلنس، راحوا مدين فاكسينز ل 40 مليون واحد.
كان في 200 كيس راحوا مدين باكسين سنة 76 ل 40 مليون واحد. ده جيرالد فورد بياخد الفاكسين اهو، كان بريزيدنت اوف يونايتد ستيتس وقتها، بياخد الفاكسين عشان يدي الاكزامبل للناس كلها، لازم كله ياخد الفاكسينز. 40 مليون كيس في سبتمبر 88 1 كيس، وديسمبر 2005 الى فبراير 2009 12 هيومن انفكشنز وسواين انفلونزا ريبورتد فروم 10 ستيتس في الولايات المتحده. اذا كانت موجوده حاجات صغيره خالص كده، بس ما فيش الهيومن تو هيومن، النقطه الاساسيه انتقال هيومن تو هيومن. الانفلونزا الجديده اللي بنتكلم عنها دي بدات بالكونتاكت وذ بيجز اور انفايرمنتس كونتامينيتد بالفيروسز بتاعتها، اور وده بقى النقطه المهمه كونتاكت وذ بيرسون هو هاز اوريدي كونتامينيتد. الهيومن تو هيومن از ريكورد، مش بس السواين تو هيومن. ازاي الترانسميشن؟ طبعا الكحه والسنيزنج والحاجات دي، عشان كده الماسكات بتبقى موجوده، و اتس ذا سيم از سيزونال فلو، وبتنتقل بالكوفينج والسنيزنج. وفيما يبدو بقى ان اللي حصل هو ري اسورتمنت اللي احنا كنا خايفين منه، حصل فعلا مع الخنازير وبدانا التخوف من السواين فلو. والتايم لاين بدا من مارس 2009 على طول، انه بقوا في المكسيك قالوا في حاجات مشابهه للانفلونزا كيسز، بداوا يحللوا فيها ولقوا اتيبيكال نمونيا في اوزاكسا ستيت. 23 ابريل several cases of severe respiratory illness confirmed as influenza A H1N1 communicated to the Pan American Health Organization WHO. sequence analysis طلع انها نفس الكيسز اللي موجوده عند بلدين في كاليفورنيا، نفس السترين، لان دلوقتي ممكن ناخد بصمه الفيروس نعرف ده نفس الفيروس ده ولا فاميلي ولا فيريانت له. tracking the virus السي دي سي اشتغل على الحكايه دي وطلع الصوره بتاعت الفيروس بتاع الانفلونزا الخنازير اهي، الصوره ده هي انفلونزا اي اتش 1 ان 1 بتاع سواين الخنازير، a new subtype not previously detected in swine or humans. ده بقى التخوف. طب اذا لانه اذا كان حصل 76 وحصل 88 وفي حالات، طب ايه بقى الهوسه؟ لا، السب فاريانت الجديد ده ما شفناهوش قبل كده ولا في البشر ولا في الخنازير. It's a new type. This virus is contagious and spreading from human to human. CDC has determined that the virus is contagious and spreading. خدوا بالكم، contagious is different from lethality, is different from infectious. في امراض تبقى highly infectious وفي امراض ثانيه بتبقى contagious. وفي امراض تبقى الاثنين. ده التركيبة بتاعته، لقوا بعض منه North American Swine, North American Avian, North American Human و Eurasian Swine، مكونات الموجودة في الفيروس الجديد، ودول ال H وال N دي الحاجات التانية، المكونات التانية بتاعت ال RNA بتاع الفيروس، ودول ال H وال N اللي احنا بنتكلم HA وال NA اهو. التركيبة بتاعتهم جوه الفيروس شكله كده، وده ال HA من بره اللي احنا كنا بنتكلم عنه، واللي هو بيساعد والان ايه اللي بتساعد في الطلوع من خلال. التصور انه الري اسورتد فيروس ده ممكن ان هو يؤدي الى ديفرنت كايند اوف بانديميك، بس اساسا الري اسورتمنت دلوقتي از ريفير تو از سواين فلو، ملوش دعوه بحاجات ثانيه جت قبل كده. اذا نظرنا للي حصل من 1918 الاسبانيش انفلونزا الكبيره الى الحاجات الثانيه، كان ال H1 وال H2 وال H3 وال H1 وال H5 وهكذا، كل ده منتظر. هنا بقى ري اسورتد رجعنا ثاني ل H1 من نوع جديد زي ما كنا هنا وهنا. وي هاف، فاذا دي عوده جديده لتخوف كبير لانه بانديميك ممكن يحصل. في المكسيك از وير ات فيرست ابيرد، وفي امريكا عملوا استراتيجيك ستوك بايل بتاعهم، نزلوا ربع استراتيجيك ستوك بايل بتاع الانتي فايرال دراجز وبيرسونال بروتكتيف اكويبمنت وريباراتوري بروتكتيف ديفايسز. واوباما طلب مليار و500 مليون دولار زياده لمكافحه الانفلونزا في امريكا. وفي 27 ابريل السي دي سي قالت اللي ما عندوش بيزنس ضروري جدا يروح المكسيك، ما فيش داعي يسافر،
قللوا سفرياتكم الى المكسيك في هذه الفتره. وال WHO declared phase 5 alert 29 ابريل. استمرت الاحوال بهذه الصوره. المكسيك، يونايتد ستيتس، كندا هم اكثر كيسز كانت موجوده. يوروبيان يونيون في 210 حاله with no death من 14 كانتري. وجلوبالي في لغايه مايو 12 مايو كان حوالي عدد بسيط من الحالات كذا والف. انما دي الصوره المهمه، ده المكسيكو ريليتد كيسز بدات ان يبقى تنزل تاني في المكسيك. اللي كانت اول ناس بدات طلعت الكيرف بتاعهم بدا ينزل تاني، ومتوقع ان الكيرف دلوقتي في امريكا فاق المكسيك. وعلى فكره يعني مش احنا لوحدنا، ناس كتير عملت كالينج اوف بيجز، موتوا الكروبس اوف بيجز في حتت كتير قوي، الخنازير موتوها مش بس عندنا. statistics العالميه اهي، as of امبارح، امبارح بالليل انا بحضر المحاضره دي رحت دورت ايه احدث الانفورميشن. 12732 حاله، 93 وفاه، لسه ما حصلناش 100 وفاه. عشان كده بقول it is serious، ايوه لازم نهتم بيها، ايوه بس ما تحتاجش حسترة. يعني إذا كان الإنفلونزا العادية بتموت ما بين 250 ألف إلى نص مليون سنوياً، يعني 100 حالة ما هماش حاجة تخوف. أكبر حالات النهاردة، أكبر عدد من الحالات ده as of 25 ماي 6700 في الولايات المتحدة، 4000 حالة في المكسيك، 800 في كندا، 43 دولة. At the individual level تحسوا بإيه؟ أدي الأعراض، ما تفرقش كتير عن الإنفلونزا العادية. cough, fever, fatigue, headache, sore throat, runny nose, chills, muscle ache, nausea, stomach ache, diarrhea, shortness of breath, joint pain. دول اقل بكتير. طبعا 98% 96% cough و fever. ف it is a an influenza زي الزكام العادي. What people can do، واحد يغسل ايديه ويغسل ايديه باستمرار. وبيني وبينكم with or without swine flu it's a good habit الواحد يغسل ايديه على طول بالصابون كويس وكده، عايز مره في اليوم تعملها بمطهر لا باس، يعني مش هيفرق حاجه. اغسل ايديك اغسل ايديك اغسل ايديك، دي اهم حاجه. تاني حاجه، في حاله ان المساله تبقى ريبورتد ان فيها كيسز اوف هيومن تو هيومن ترانزميشن، ممكن الواحد يلبس ماسكس. انما ات از اسينشال ان اللي يلبسوا ماسكس، مش اي واحد ماشي في الشارع يلبس ماسك، لا، It's essential اللي بيتعاملوا مع الانفكتد بيبقى الناس في المستشفيات، الممرضات، الدكاتره، اللي كل الناس لازم تلبس ماسك لانهم يقللوا الترانسميشن الموجود. كونكلوجنز بتاعتي ان احنا اذا نظرنا لل cumulative probable cases causes الموجوده دلوقتي ما عندناش من مصر، انما ممكن تيجي في مصر، انما المهم ان احنا نشترك في حصرها زي ما حصل في السارس وفي الانفلونزا الطيور. في تعريف الحاجات دي على فكره، يعني العلماء لما بيتكلموا ما بيكلموش زي الصحفيين، بيتكلموا بدقه. A confirmed case لازم يبقى proven انه swine influenza A H1N1 infection at CDC by viral culture or real time RT-PCR. يعني القياس ده يا القياس ده يثبت ان السيكونس دي هي الفيروس ده. That's a confirmed case. A probable case شخص عنده الاعراض بتاع المرض ده وفي نفس الوقت نيجاتيف فور اتش 1 اند اتش 3 باي البي سي ار، لان ممكن ان يبقى فيه القياس بيطلع فولس نيجاتيفز وفولس بوزيتيفز فيه. انما ات از بوزيتيف فور انفلونزا اي. سسبكتد كيس شخص عنده هذه الامراض بس ما اتعملش التست دي عليه، ولكن كان جاي من مده 7 ايام من حته فيها الانفلونزا. الكيس ديفينيشنز اللي بيستعملوها الانفكشس بيريود بيعتبروها 7 ايام، 1 day prior to the case illness onset، 7 ايام بعد الانست دي الانفكشس فيز اللي تنتقل من شخص لشخص فيه. كلوز كونتاكت انك تبقى على بعد متر 80 6 فيت، يعني حوالي متر 80، اقل من مترين من الشخص اللي هو confirmed or suspected case. الاكيوت ريسبيراتوري illness هي اللي فيها التوصيف اللي قلت لكم عليه. والهاي ريسك جروبس اللي هم الناس اللي بتشتغل مع
الخنازير او عندهم السيزونال انفلونزا يعني سسبتابيليتي موجود. ففي جايد لاينز اضافيه للكلينيشنز وفي البايو سيفتي وللطب وللعلاج، وفي حاجات جدا وممكن تاخدوها كلكم بمحاضرات تفصيليه موجوده عندنا في السوبر كورس بتاعنا. اعلنا السوبر كورس زي ما انتم فاكرين السنه دي، وجالنا فينت سيرف وجيل اومن وناس ثانيه، والسوبر كورس موجوده فيه محاضرات وانا واخد بعض السلايدز منها، وهتلاقوها في bibalex.org سوبر كورس او في pit.edu السوبر كورس ليكشر. والليكشر اترجمت للغه العربيه، اظن حطيناها ترجمناها 6 لغات 7 لغات دلوقتي، اظن اللغه العربيه كمان اتحطت على الويب سايت دلوقتي. غير بقى تغسل ايديك برضو، الواحد يحاسب انه ما يكحش وما يعطسش وبتاع، يحاول يقلل هذا وقدر الامكان انه ما يروحش لناس مرضى عشان ما ينقلش العدوى. وما تمسكش عينيك ولا مناخيرك ولا بقك بايديك من غير ما تغسلها. يا سيدي الايدين ده مهم قوي. ده بقى العلاج، الانتي فايرالز هم اساسا تامي الفلو وريلانزا، و تتاخد بروفيلاكتيك نص الدوز بتاع التريتمنت. بس اذا واحد عنده البروبلم ما تدلوش اسبرين، لانه اذا كان اوريدي يعني عنده الفلو، لانه بيبقى سسبتبل لفيري رير ديزيز اسمه ريز سيندروم. احنا بقى المفروض نعمل ايه؟ احنا في رايي لازم نهتم بالبحث العلمي، مش كلام عام، يبقى في المعامل المصريه تشتغل فعلا باشتراك مع السي دي سي، وتقدر نبقى مستعدين ونسال وات اف حصل ايه، وناخد اجراءات. وانا في رايي قتل الخنازير واز كوركت ديسيجن في حاجات معينه. فوي نيد تو بروموت ساينتفك كوبريشن، نفتح التواصل مع المراكز البحثيه دي. ديسيجن ميكنج بريبيرد، وهديكم شرح ديسيجن ليه ساينتفك كوبريشن. لازم نعرف ايه اللي بيحصل والسترينز الجديده اللي بتتطور من الانفلونزا دي من مكان لمكان، ومحتاجين لريجولر كوبريشن مع سي دي سي دبليو اتش او والاذر سنترز. والحمد لله بالتواصل بالايميلز والحاجات دي، ذات الحاجات دي بقت سهله، وان كان العينات طبعا لازم نبعتها لسه ما زالت محتاجه لكونفرميشن. عايزين ديسيجن ميكنج بريبيرنس، صناع القرار. افتكروا القصه بتاعت العسكريين والمدنيين اللي حصلت في امريكا، والمدنيين اللي كانوا بيروقراطيين ومش عايزين يتحركوا 1918. فاحنا محتاجين ان يبقى في صناعه القرار بوضوح وتنسيق تام، وده موضوع تاني نقدر نتكلم فيه. creating proper diagnostic early warning system. انا ليا في رايي ان احنا نتذكر قضيه فانكوفر، انهم قدروا يحصروها في حاله واحده، لانها راحت على طول في مكان مستشفى حميات حدد على طول انه منعها من الاتصال. we need to inform the public and be alert. يبقى عندنا better ambulance services، نزود الهيلث فاسيلتيز بتاعتنا، better diagnosis وreferral to specialists. مصر سهله قوي، يعني انا متخيل ان احنا لو مستشفى في اسكندريه واثنين في القاهره واحده في الدلتا واحده مثلا في اسيوط والاقصر، هنغطي اي حالات ممكن تظهر، تروح للسبيشاليز سنترز دي، والسنترز دي تقدر تحلل عندها، تبقى عندها استعدادات فعلا تحلل وتعمل preliminary diagnosis وتتصل بالاماكن الاخرى على طول. وبعدين ممكن نزود ستيج 2 في الحتت الاخرى، الحتت السياحيه وبتاع مش عارف، بس نقدر نغطي تقريبا كل الشعب المصري، لان احنا فيري دنس بوبيليشن، ما عندناش مشكله كبيره قوي في الحكايه دي، بعدد بسيط من يبقى في مراكز متخصصه في مستشفيات مختاره، بحيث ان يبقى الاستعداد كامل، وعارفين بقى التست المختلفه والفيرينس المختلفه بتاعت H5N1 وال H1N1 والمش عارف ايه والحاجات دي كلها، بحيث يقدروا يشتغلوا فيها على طول. هنضطر نحتاج سبيشال اتنشن للنيرسينج كير والايسوليشن، وده مش موجود في اغلب المستشفيات المحليه. لازم داتا سنترز توصل المستشفيات دي ببعض، ونستعمل سنسور تكنولوجي. والحقيقه وانا جاي في المطار لقيتهم بيستعملوا ثيرمال كاميراز السنسور تكنولوجي. اهم حاجه يبقى عندنا اكيوريت سنسرز، لانه ميسنج كونتامينيشن از اكستريملي دينجرس، بس اولسو ميس دايجنوزيك از دينجرس اند كود لاند يو، الواحد يروح فولس تريل. وكمان فولس بوزيتيفز ار دينجرس، لانه فولس بوزيتيف يؤدي الى بانيك، لان الناس تقول لك حصل وباء وما حصلش وباء فعلا. ففي فولس بوزيتيف لازم انها تتعالج باهميه،
ولذلك الconfirmation by conventional analysis is still important. حاجة بقى في مصر للأسف محتاجة لعلاج خاص ما بنهتمش مظبوط، واحنا جنبنا هنا مستشفى وانا من وقت لوقت كده بروح ابص، ما بنهتمش مظبوط بطريقة الاعدام الويست المستشفيات، يعني الزبالة 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 كلها زبالة. لا ما هيش كلها زبالة، لا this is في العالم كله treating hospital waste is treated in a different way, biological waste hazards كلها بتعامل بشكل تاني. We need to inform the public, prepare national strategies for vaccination. حضر نفسنا للفاكسينيشن اذا احتاجنا انفلونزا فاكسينز عشان نقدر نزود الاميونيتي بتاعتنا. والاستراتيجي فور بابليك انفولفمنت محتاجه ان احنا نستعد للديزاسترز بجميع الانواع. احنا هنا في مكتبه اسكندريه بالصعوبه بخليكم مع اللواء شريف من وقت لوقت نعمل التدريبات بتاعه الحريقه. الناس بتقول يو ايه السخافه دي وبتاع، انا عارف انا عارف والله كل الكلام ده بيوصل لي. انما في بلاد تانية الناس بتعمل الحاجات دي روتينلي وبيعملوا اجراءات روتينيه وبيعملوا ديزاستر سيميليشنز عشان لا قدر الله حصل حاجه الناس تبقى عارفه ازاي تتصرف، ودي مهمه. ونعمل بقى بوسترز ونعرف الناس، وهتحتاج الحكايه ان يبقى في انفورميشن وفي بيرسونال وفي اكشن، ودي مش 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 سهله. ممكن بقى الحاجات دي كلها تتركب على بعض كاستراتيجيه صحيه وقائية وعلاجية، وقائية وعلاجية مع بعض. و let's stay in touch with the rest of the world. وال WHO هي ال headquarters بتاعتنا في هذا. وال pandemics are really possible، يعني ده مش تخوف وهمي، لا تخوف ممكن يحصل بس ما حصلش. ف يعني we should follow the news من غير ما الواحد يهستر ولا يحصل له أي تخوفات. ما في نفس الوقت it is possible we should be prepared. We have to collaborate with the rest of the world. And as usual, I will say collaboration for all our children and for the world. شكرا لكم.